وللتعليق على الموضوع، تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمية والباحثة الفلسطينية الدكتورة فاطمة الوحش. أهلا ومرحبا بك دكتورة. بداية، الاحتلال الصهيوني تمادى في غيه باغتصاب أراضي الفلسطينيين وإجبارهم على ترك بيوتهم. لو تصفين لنا خطورة ما يقوم به الاحتلال الآن في وادي الحمص. دكتورة فاطمة، هل أنت معي؟ أهلا بك دكتورة، هل تسمعينني جيدا؟ دكتورة؟ تفضل. الاحتلال الصهيوني يتمادى في غيه باغتصاب الأراضي الفلسطينية وإجبار الفلسطينيين على ترك بيوتهم، هل لك أن تصفي لنا خطورة ما يقوم به الاحتلال الصهيوني؟ أولا مساء الخير وشكرا لكم، شكرا للاستضافة. حياك الله. هي عبارة عن تطفيش للأهالي والسكان الأهل الأصليين في مدينة القدس وما جاورها، في عملية انتقال بسبب اللي هو التكاثر من المقدسيين من المدينة نفسها البلدة القديمة، فأبنائهم بحاولوا أنهم يسكنوا في القرى المجاورة وما يجاور مدينة القدس. عندنا إحنا تقسيمات في داخل فلسطين اللي هي ألف وباء وسي، أو الألف إجمالا باء تحت هيمنة السلطة الفلسطينية، وتقوم اللي هي من نواحي إدارية بأنها يعني تقع ضمن إطار اللي هي الخدمات الإدارية التابعة للسلطة. نعم. الأهالي بيحاولوا يسكنوا بهاي المناطق، وأيضا تخضع للإدارة السلطوية، سلطة الفلسطينية. لكن الآن اليهود أيضا يقومون بعملية اللي هو تجريف تهجير وتخراج هؤلاء الناس المواطنين، أبناء أيضا أبناء المقاتل الأصليين من هاي المناطق والقرى المجاورة لمدينة القدس. الآن هو الشغل في مدينة القدس جنوبا، ثم بعد ذلك باتجاه مدينة الخليل ومدينة بيت لحم. وهاي لو نيجي احنا نعملها كنوع من انواع القراءة الجغرافية او السياسة الجغرافية للمنطقة، رح نجد انها اللي هي المناطق اللي نسميها لواء مدينة القدس، اللي هي مدينة الخليل ومدينة بيت لحم، أقرب ما تكون إلى مدينة إلى البرية واللي هو البحر الميت. هاي المنطقة ضمن إطار صفقة القانون هي عبارة عن تسوية الشعب، تسوية الأراضي بحيث تكون تحت مظلة الاحتلال، لأنها لها خطة عشرينية قادمة من هون لعشر أو عشرين سنة. طيب دكتورة، الاحتلال الصهيوني يتذرع بأن هذه المباني التي تهدم اليوم هي مبان مخالفة للقوانين بالنسبة له، ما مدى قانونية هذه المباني إذا كانت لديك معلومات عن هذه النقطة؟ أصلا هي ليس لا تخضع للقوانين الصهيونية، هاي المنطقة هاي اللي اليوم صار في سور باهر امبارح هي تخضع لتقسيمات ألف ضمن اللي هو اتفاقية أوسلو، وهي تقع ضمن القانون الفلسطيني وليس القانون الصهيوني. القانون الصهيوني يسيطر على منطقة منها، وبالتالي هاي غير مخالفة للشيء، لكن هي عبارة عن توسيع اللي بيحصل انه لتأمين المستعمرات الصهيونية المجاورة والمحادية لمدينة القدس، تقوم بعملية تجريف البيوت المجاورة لها كنوع من انواع اللي هي الحماية والأمن. طيب إذا كانت هذه المناطق منطقة سور باهر هي تابعة إلى السلطة الفلسطينية، إذا لماذا لم تتكلم السلطة عن هذه النقطة، وما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها للحد من هذه الانتهاكات؟ السلطة يعني هي اسميا لها ما لها حقيقة النفوذ، ما دام بيجي الصهيوني وبيحتل المنطقة وبيجرف الأهالي، فبالتالي هي ضعيفة جدا في أدائها الإداري. سمعنا فقط اللي هو التنديد والخروج إلى المنظمة الجنائية أو الجنائية الدولية والمحاكمة، يعني هاي مهاترات كاذبة ليس لها أي نوع من أنواع السلطة الحقيقية على الأرض. الشيء الأخطر من هذا وذاك أنه أصلا هي تساهم، السلطة تساهم أو تساعد العدو الصهيوني في عملية التجريف بصمتها، وأيضا أنه اللي هي بيع الأراضي المواسية للمستعمرات أو تسهيل عمليات البيع وتسريب الأراضي للمستعمرات. طيب، المواسية للأراضي.
إلى أي مدى يقترن التصعيد بهذه الإجراءات مؤخرا بما يعرف بصفقة القرن التي أعلنت عنها الولايات المتحدة؟ أصلا هي كلها تصير في هذا الموضوع، هذا الحكي صار له تقريبا من 5-6 سنوات شغال، ويمكن قبل هيك عملية اللي هي بيع الأراضي في صار ما يسمى الوكلاء عن طريق اللي هي شركات ومؤسسات أجنبية منها إماراتية وسعودية وقطرية وفي تركيا وغيرها. هؤلاء خلايجه بيجوا للمنطقه وبيحاولوا قدر الامكان يشتروا الاراضي ويقوموا بتسريبها للعدو الصهيوني تحت الشعار اللي هو طيب يعني نبيل بوردينا يقول ان القياده الفلسطينيه ستتخذ قرارات وصفها بالمصيريه بشان علاقه مع تل ابيب، كيف ترون تعامل السلطه مع ازمات المقدسيين؟ اصلا هي لا تتعامل الا بكل احتقار ولم تقدم للشعب الفلسطيني اي شيء. يعني الان في اغلب اللي هو رجالات السلطه الان هم دومين في كباريهات في تل ابيب، يعني الشعب الفلسطيني فعلا هو الان منتكس. عندنا تقريبا ما يقارب 220 عائله الان مهدده بانها تكون في الشارع وبيوتهم راح تدمر، وهذا خطير خطورته انه هو كله في محيط مدينه القدس. يعني انت بتتكلم عن منطقه اقرب ما تكون الى اللي هي القدس، يعني بينها وبين القدس فقط اللي هي 4-5 كيلو للوصول الى مدينه القدس، يعني اللي وصل لسور باهر معناته راح يوصل لجبل المكبر وراح يوصل لمنطقه بيت صفافه وكل المناطق المجاوره بيت جاله، فاصلا نعم. السلطه ما لها علاقه حقيقه على الارض ولا لها علاقه في الميدان. الاكاديميه والباحثه الفلسطينيه من العاصمه الاردنيه عمان الدكتوره فاطمه الوحش كنت معنا، شكرا جزيلا لك.